استجدعتك وصدقت انك مظلوم وجيت هنا غلط. اتمنيت لك تخرج في النقد وتعوض اللي فاتك. وقفت جنبك، جبت لك تصريح تزور بيه والدتك في المستشفى، وثقت فيك، اديت لك عربيتي عشان تصلحها، تقوم تغدر بيا وتهرب فيها صاحبك. والله يا فندم ما هربت. انت شفت الفيديو بعينيك؟ ما كنتش عارف ان في كاميرا مراقباكوا انتوا الاثنين؟ ايوه يا فندم، الكاميرا مبينه اللي انا كنت بصلح العربيه وهو ركب العربيه من ورايا. ما سمعت صوت الشنطه وهي بتتقفل؟ يا فندم الحفار في القطاع الخلفي كان شغال وصوت الشاكوش كان عالي قوي، مش سامع حاجه. ماشي، احاول اصدق انه هرب من وراك. تقول لي بقى هو فين دلوقتي؟ وانا اعرف منين يا فندم؟ ما هو صاحبك وسره معاك يا فندم. بكر ده انا عرفته في السجن، يعني لا اعرف له عنوان ولا اعرف هيكون مستخبي فين. كنت فاكرك اذكى من كده يا عمر. رجوع بكر مساله حياه وموت بالنسبه لي. الواد ده لو ما رجعش مع طلوع النهار هعمل فيه كل اللي كنت هعمله فيه لو لقيته. انت فاهم؟